أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا الصيام وفي هذا الشهر الفضيل. أهلا ومرحبا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى أول ما شرع الصيام في رمضان أنهم يفطرون عند غروب الشمس ويمسكون بعد صلاة العشاء. هذا أول ما شرع الصوم، فمنهم من أخل بهذا ووقع على امرأته بعد صلاة العشاء، فخفف الله عنهم وجعل الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ويكون الليل كله وقتا للأكل والشرب وغير ذلك من ما أباح الله سبحانه وتعالى، واستقر الأمر على ذلك ولله الحمد. فهذا معنى قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم. قيل ما كتب الله لكم من الولد، وقيل ابتغوا ما كتب الله لكم من إدراك ليلة القدر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يتبين ضياء النهار أو ضوء النهار من ظلمة الليل، فحينئذ يجب الإمساك. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يا شيخ عن حديث: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. نعم، الحديث صحيح أنه إذا دخل شهر رمضان أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان، وقيل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فهذا الحديث فيه أن الشياطين تصفد عن المسلمين، تصفد عن المسلمين الصائمين القائمين لئلا تشوش عليهم في عبادتهم في هذا الشهر العظيم، ولكنها تطلق على الكفار وعلى
أصحاب الشهوات المحرمة تطلق عليهم الشياطين في رمضان وفي غيره. نعم. يسأل يقول: ما معنى التقوى، وهل تحصل في الصيام والصلاة؟ التقوى معناها اتخاذ وقاية تقيك من عذاب الله عز وجل، وذلك بطاعة الله، بفعل أوامره وترك ما نهى عنه، فهذه هي التقوى. فلا يقيك من عذاب الله إلا طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل أبو سالم: جاءتني رسالة بالجوال يقول إن نية واحدة تكفيك لصيام الشهر كله، وليس هناك نية لكل يوم. هذا غير صحيح، لا بد من النية لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية لكل يوم، مع النية العامة لصيام شهر رمضان. نعم. السائل أبو عبد الله يقول: لدي ولد في 18 وهو من ذوي الاحتياجات، فكره قليل وهو بمنزلة الصغار، هل يلزمنا أن نقول له صم؟ إذا كان عنده إدراك ومعرفة يلزمكم أن تأمروه بالصيام، ويجب عليه الصيام لأنه بالغ، ويجب عليه الصيام، ويجب عليكم تنبيهه لوقت الصيام. أما إذا لم يكن عنده فكر ولا يتصور الأشياء فهذا ليس عليه الصيام. نعم. ما زلنا معكم أيها السادة مع سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان، والذي يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم عن أحكام الصيام وما يتعلق بهذا الشهر الفضيل. تليفون البرنامج يظهر على الشاشة قريبا لمن أراد إرسال الرسائل الخاصة بهذا الشهر الفضيل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للإفطار، المائدة تكون متنوعة ولله الحمد في وقتنا الحاضر، بعض الناس يبدأ بالسمبوسة والقيمات ويترك التمرات. على خلاف السنة، السنة أن يفطر على رطبات إذا كان وقت الرطب، فإن لم يكن رطبات على تمرات، فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات فعلى ماء، يفطر على الماء في أن يجرع 3 جرعات من الماء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر، كان يفطر على الرطب، فإن لم يكن فعلى التمر، فإن لم يكن حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. وأما أكل الفواكه وأكل الأطعمة فهذا يسمى بالعشاء وليس هو الإفطار، هذا يكون بعد الإفطار. نعم. الشيخ الذي لديه علاجات يأخذها قبل الإفطار؟ حسب أمر الطبيب. نعم. نعم، إذا كان الطبيب أمره أن يأخذها قبل الأكل فيأخذها قبل الإفطار إذا غربت الشمس. نعم. ما حكم الشيخ في من شرع في صيام القضاء ثم أراد أن يفطر؟ ليس له ذلك، لأن القضاء واجب، فإذا دخل في الواجب وجب عليه أن يتمه، ليس ولا يجوز له أن يفطر
إذا نوى الصيام قضاء لا يجوز له أن يفطر. نعم. بالنسبة لي الذي أشياء استجدت في وقتنا الحاضر، إبرة الأنسولين والإبر المغذية والقطرات في نهار رمضان يا شيخ. أما الإبر الوريد هذه لا تجوز في النهار، لأنها إن كانت مغذية فهي تفطره بالإجماع، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. وأما الإبر غير المغذية فإن كانت تؤخذ في الوريد فهذه محل إشكال ومحل خلاف، ويتجنبها في النهار ويأخذها بالليل، هذا أحوط له. وأما الإبر في العضل هذه لا تؤثر على الصيام. نعم. يقول أنا ملازم لوالدي في المستشفى شيخ، وقد أمره الطبيب بعدم الصيام، فهو يقول أريد أن أخذ الأجر مع جماعة المسلمين وأصوم، الحق في مثل هذا المريض فضيلة الشيخ، هل له أن يفطر؟ نعم، لا يجوز له أن يصوم إذا قال الطبيب إن الصوم يضره أو يؤخر البرء، فلا يجوز له أن يصوم ويضر بنفسه. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد أذان الفجر في رمضان. لا بأس بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب فيصوم ثم يغتسل بعد أن ينوي الصيام. نعم. ورد في الآية يا شيخ أياما معدودات وأيام معلومات. محدودات نعم هي أيام الحج. نعم. الحج هو أيام معدودات، والأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ عن بالنسبة لصوم الصبيان، متى يؤمرون بذلك يا شيخ، وهل للوالد أن يجبرهم إذا كانوا صغارا؟ إذا بلغوا سن التمييز 7 سنين فإنهم يؤمرون بالصيام أمرا، ولا يلزمون بذلك، إنما يؤمرون به ليأخذوا الأجر وليعتادوه ويتمرنوا عليه. نعم. أحد الإخوة أرسل سؤال عن الأعذار المبيحة للفطر يا شيخ. الأعذار المبيحة كما ذكرها الله سبحانه، من كان مريضا أو على سفر أو كان كبيرا هرما لا يستطيع الصيام لا حضرا ولا سفرا، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الذين يطيقونه أي لا يستطيعونه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم السفر في رمضان من أجل الفطر. يكره هذا، يكره له أن يسافر من أجل أن يفطر. نعم. وفي وقتنا الحاضر يا شيخ وتهيئ سبل المواصلات، أيهما أفضل في حق الصائم، الفطر أم الصيام؟ المسافر. نعم. نعم، الأفضل الإفطار أخذا برخصة الله عز وجل، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فالأفضل للمسافر 80 كيلو فأكثر الأفضل له الإفطار. نعم. هذا فضيلة الشيخ يقول أنا أحرص في رمضان على الصلوات الفروض في المسجد، ولكنني لا أصلي صلاة التراويح، أرجع إلى البيت وأصلي ركعتين. لا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم. وإن كانت صلاة التراويح غير واجبة لكن فيها فضل عظيم،
والمسلم بحاجة إلى الأجر والثواب. نعم. هذا يسأل يقول: أرجو من الشيخ صالح أن يبين الحكم في وقتنا الحاضر في التنقل بين المساجد، فيوم يصلي مع فلان وآخر يصلي في مسجد بعيد لتتبع الأصوات. نعم، هذا يتذوق الأصوات، ما هو يبحث عن الأفضل. الأفضل أن يصلي في المسجد القريب من بيته، هذا هو الأفضل له، ليعمر المسجد القريب منه والمسجد الذي يصلي فيه الفروض، ليعمره في طاعة الله عز وجل. نعم. يذكر يا شيخ بأنه سوى عملية في الليزر في الشبكية ولا يستطيع القراءة من المصحف، ويقول بأنني أحفظ قصار السور، هل تكفي أرددها أيام الشهر؟ نعم، إذا كنت تتضرر من القراءة في المصحف فتردد ما تحفظ من القرآن، قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، تردد ما تحفظ من القرآن والحمد لله. نعم. أصحاب الشاحنات فضيلة الشيخ وطريقتهم في الصيام وكذلك قصر الصلوات إذا كانت المسافة بعيدة. نعم، هم أولى بالرخصة من غيرهم. الذي يتردد مع الطريق في رمضان مسافة قصر هو أولى بالرخصة، لأن المشقة عليه أكثر، فيفطر والحمد لله ويقضي من أيام أخر إذا استراح أو أخذ عطلة يصوم فيها. نعم. هذا يسأل يا شيخ صالح ويقول: هل صحيح بأن اكتمال نزول القرآن كان في رمضان، وما الحكمة في ذلك؟ لم يرد أن اكتماله كان في رمضان، إنما بداية بإنزال القرآن في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأ إنزال القرآن في ليلة القدر وهي في رمضان. وأما تكامله فما لم يتكامل إلا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في غير رمضان. نعم. ما زلنا معكم على الهواء، ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات، ومع برنامجكم فتاوى الصيام مع سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان. الأسئلة تكون لمن أراد الاتصال أو الاستفسار عبر الهاتف، تكون عن أحكام الصيام وما يتعلق بهذا الشهر الفضيل. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول: أم عبد الله، ما الأفضل من الأدعية التي تردد سواء في القنوت أو في رمضان بعد الإفطار؟ الأفضل أن يقول الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا دعا بغيرها مما تيسر من أمور الدين والدنيا فلا بأس بذلك. نعم. هذه الأخت تقول لي: أخ قاطعني منذ سنوات عديدة من أجل المال، ورمضان فرصة الحقيقة للتواصل، وقد قمت بالاتصال به في الجوال فلم يرد علي، والآن لي أكثر من 4 سنوات لم يتصل بي ولم يرد علي. أرجو من سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة عن صلة الأرحام في هذا الشهر. حرم الله قطيعة الرحم، قالت، ولعن من فعلها، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا يجوز تجوز قطيعة الرحم، بل تجب صلة الرحم، حق على المسلم صلة رحمه. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. والرحم تستعيذ بالله من القطيعة، تقول لله عز وجل: هذا مقام العائد بك من القطيعة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مثل هذه الأخت التي تتصل بأخيها في هذا الشهر الفضيل، هي أدت ما عليها، نعم، وتواصل الاتصال ولها الأجر في ذلك، وأدت ما عليها، وأما هو يكون الإثم عليه، هو الذي قطع فيكون الإثم عليه. نعم، أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: بعض الناس لا يستشعر عظمة هذا الشهر، فكيف نحقق هذه العظمة لهذا الشهر الكريم؟ نعم، نحققها إذا عرفنا فضل هذا الشهر، والتزمنا بطلب ما جاء في فضله وعملنا به، فهذا هو الذي يشرع لنا. نعم. هذا يستفسر عن فضيلة الشيخ: المدينة ومكة أيهما أفضل؟ لأنني أخصص 20 يوم في مكة وعشرة أيام في المدينة، هل هم سواء في الفضل؟ نعم، لا شك أن مكة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة. المسجد الحرام أفضل عند جمهور أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما الأجر المترتب على تفطير الصائم، وهل لابد أن يكون في البيت أو في المسجد؟ يستوي هذا وهذا، تفطير الصوام في المسجد، تفطير الصوام في البيت، تفطير الصوام في الشارع، يستوي، المهم تفطير الصائم في أي مكان. نعم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة التراويح فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة تصلي مع بناتها في البيت ويصلون 11 ركعة، هذا أفضل لهن، بيوتهن خير لهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل، يصلين جماعة، صلي بهن واحدة منهن، أو يصلي بهن رجل، لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. الفقهاء عندما قالوا عن العاجز عن الصيام، فوالدي بلغ 95 ولا يصوم منذ 5 سنوات، فنحن نقوم في نهاية كل شهر، شهر الصيام، بإخراج كيسين رز وإعطاء ذلك للفقراء مع كرتونين دجاج. لا يسقط الصيام عنه إلا إذا كان لا يستطيعه، فمن لم يستطع فإنه يطعم عن كل يوم، إذا لم يستطع الصيام لا أداء ولا قضاء، وكان فهذا يطعم عنه، وكان عجزه مستمرا، وعلى الذين يطيقونه، يعني لا يستطيعونه، فدية طعام مسكين. نعم، بالنسبة يا فضيلة الشيخ لدعاء القنوت، هل يستمر إمام المسجد في القنوت طول الشهر أم يتركه فترة؟ لا بأس بذلك، لكن المسلمون بحاجة إلى الدعاء، الأولى والأفضل أن يقنت في كل ليلة من ليالي رمضان، لأن المسلمين بحاجة إلى الدعاء خصوصا في هذه الأوقات العصيبة. نعم، بالنسبة أيضا لقراءة سبح والكافرون وقل هو الله أحد، لو قرأ من سور أخرى يجوز هذا، لكن الأفضل أن يقرأ بهذه السور، سبح والكافرون وقل هو الله أحد، هذا الأفضل، لأنه هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا يذكر بأن الإمام عندهم في المسجد يصلي بهم التراويح ويقرأ في الفروض من نفس على ختمة القرآن. لا، يقرأ في التراويح القرآن كله ولا يقسمه بين الفرائض والتراويح، هذا خلاف السنة. نعم، وماذا عن ختمة القرآن في آخر الشهر يا شيخ صالح؟ نعم، يختم يعني في الصلاة. نعم، اي نعم، يختم القرآن في آخر الشهر، ليلة 29
نعم. هذا يسأل عن خارج الصيام، يقول هل للإحرام صلاة تخصه يا شيخ؟ ليس له صلاة تخصه، لكن إذا وافق وقت صلاة فإنه يحرم بعدما يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول يا شيخ، من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة وأحرم بالحج من أبيار علي فهل يكون متمتعا؟ يقول من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة وأحرم بالحج من أبيار علي فهل يكون متمتعا؟ لا، ليس متمتعا، لأنه قطع التمتع بالسفر بين العمرة والحج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يا شيخ عن سرد الركعات في صلاة التراويح بسلام واحد. هذا في الوتر وليس في التراويح. نعم. التراويح يسلم من كل ركعتين، هذه السنة، يسلم من كل ركعتين ولا يسردها. نعم. متى يكون، يقول، ثلث الليل فضيلة الشيخ، لأنني أصلي مع إمامي التراويح وأشفع بواحدة ثم أصلي بالليل ما تيسر لي؟ ثلث الليل يختلف باختلاف الوقت من السنة، فعليك أن تحسب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسمه على ثلاثة أقسام، كل قسم هو ثلث الليل. نعم. رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هل هذا حديث شيخ؟ نعم، هذا حديث ورد لكنه فيه مقال، والصحيح كما كان يفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أن هذا وصف للشهر كله، فالشهر كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. نعم. أحسن الله إليكم. أرسل أحد الإخوة يقول أرجو من شيخنا العلامة الشيخ صالح حفظه الله أن يتحدث عن أبرز الكتب التي ألفت في هذا الشهر كي نستفيد منها في قراءتنا على جماعة المسجد. الموجود الآن والأحسن كتاب شيخنا الشيخ إبراهيم العبيد، وظائف رمضان. نعم. بارك الله فيكم. تأخير قضاء رمضان فضيلة الشيخ ما حكمه؟ نعم. تأخير قضاء رمضان يجوز تأخيره ما لم يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليه من الشهر الماضي، فيجب عليه القضاء حينئذ. نعم. الدعاء الجماعي أثناء الإفطار بالنسبة للأسرة مع الأولاد يا شيخ، يردد الأب ثم يردد معه الأولاد، لأن بعضهم لا يحفظ شيء من هذه الأدعية. إذا كان القصد من ذلك تعليمهم فلا بأس، أما إذا كانوا يعرفون الأدعية فلا يدعون جماعيا، لأن الدعاء الجماعي مبتدع. نعم. هذا السائل أرسل بسؤال عن الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. نعم، الآية واضحة، أن الشمس تجري يعني تسير، بخلاف اللي يقولون أن الشمس ثابتة وأن الأرض تدور عليها، هذا خلاف القرآن، فالواقع أن الشمس تدور على الأرض، والشمس تجري لمستقر لها، وذلك أنها تسجد تحت العرش، هذا المستقر، وفي قراءة لا مستقر لها، الشمس تجري لا مستقر لها. نعم. هل المشقة مرتبطة، يقول يا شيخ أبو علي، هل المشقة مرتبطة بالأجر العظيم في الصيام أو لو لم يحصل لي مشقة؟ الأجر حاصل إن شاء الله، إذا صمت فالأجر حاصل إن شاء الله، وإذا كان فيه مشقة فالأجر يكون أكثر. نعم.
اختموا هذه الحلقة يا شيخ بكلمة للإخوة والأخوات عن استغلال الأوقات والساعات في هذا الشهر. نعم، يجب يستحب لكم أيها الإخوة المبادرة باستغلال هذه الفضائل العظيمة في هذا الشهر العظيم من قيام تهجد وقيام التراويح، تهجد في آخر الشهر وقيام التراويح في أول الليل، فعليكم بحضور الصلاة مع المسلمين في المساجد في التراويح وفي التهجد في آخر الشهر لتحصلوا على هذا الأجر، على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا صليتم في بيوتكم زيادة على الصلاة مع الإمام فذلك خير إلى خير. نعم، شكر الله لكم سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم واستفساراتهم عن أحكام هذا الشهر الفضيل. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء ورفع ذكركم في الدارين. أشكر فريق العمل الذين قاموا بتسجيل هذا اللقاء، وأقول للإخوة والأخوات استمروا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.